حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين متابعين الكرام في كل مكان نجدد بحضراتكم التحية والترحيب مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقات والمنافسات هنا من سباق سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه انطلق وعلى بركة الله شوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط هذا الصباح الحامل لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المنطلقة أتقدم لأتابع الصدارة لأتابع المقدمة والمركز الأول هناك مع رياسة بشعار صالح بن ضيف الله بن علي البريكي يقدم لنا انطلاقة شعاره على المركز الأول بينما المركز الثاني أتابع هنا سيادة تتقدم بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي أبناء السلطنة حاضرين متواجدين نرحب بجميع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي الحاضرين من أجل المشاركة في هذا المهرجان الغالي بينما المركز الثالث حضرت وتقدمت الضبي بشعار ناصر بن جابر بن علي القيثان المري يقدم لنا الضبي واندفاعتها على المركز الثالث بينما المركز الرابع انطلاقة قمرة وتقدم قبلان بن مطر بن عيد العطيات العطوي قادما مع قمرة المركز الخامس حضرت وتقدمت هناك انطلقت وتسللت الكايدة عبد الله بن دخيل العصيمي حاضر ولكن وين يا اخواني وين هناك المقدمة الصدارة مع رياسة مع البريكي مع التحدي الاول مع الانطلاقة الاولى يقدم لنا هناك رياسة صالح بن ضيف الله بن علي البريكي ولكن حضرت الأسماء انطلقت الشعارات وصلت الهائلة سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري وأيضا انضمت وانطلقت الكايدة الكايدة العصيمي والأمتار الأخيرة واللحظات الأخيرة وطن 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 يا أبو ياسر وطن 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 ولكن غيرت مع آخر الأمتار رسمية رسمية مع اللحظات الأخيرة مع الفوز مع الانتصار عبد الله بن علي البطين المر انطلق مع الرسمية مع الفوز مع الانتصار مع العروض المميزة والكبيرة هكذا يحضر البطين متابعينا الأعزاء مع رسمية تهانينا وألف مبروك بينما المركز الثاني وصلت متابعينا الكرام مع المركز الثاني وطن بشعار سليم بن سلام بن رويشد الجهني بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث عبد الله بن تخيل بن دخيل الله العصيمي مع الكايدة بينما المركز الرابع وصلت رد بشعار جابر بن محمد بن سالم الجربوع المري المركز الخامس إذن متابعينا الكرام نعود بالتهنئة والتبيكات لمالك رسمية عبد الله بن محمد البطين المري على هذا الفوز والانتصار دقيقتين 59 ثانية 59 جزء من الثانية بينما المركز الثاني حلت وطن بشعار سليم بن سلامة بن رويشد الجهني وتوقيت الزمن لحظة وصولها إلى خط النهاية بشعارك يا بن رويشد ثلاث دقائق ثانية واثنين وسبعين جزء من الثانية بين المركز الثالث حلت نت متابعين الكرام مع المركز الثالث